مشاهدينا مساء الخير واهلا بحضراتكم. ارتفاع اسعار الذهب اليوم وعيار 21 في طريق لتسجيل اعلى سعر له، بينما يستقر سعر صرف الدولار امام الجنيه المصري اليوم بعد الارتفاعات الاخيره. ماذا يحدث للذهب والدولار؟ التفاصيل كمان نعرضها لحضراتكم في تغطيتنا الاقتصاديه. شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً جديداً اليوم استمراراً لعدة قفزات جنونية الأيام الماضية وفق آخر تحديث في سوق الصاغة، إذ قفزت الأسعار مدعومة بزيادة سعر الأوقية إلى 2431 دولار، فيما سجلت أعلى سعر للذهب يوم الخميس 18/7/2024 وهو 2481 دولار للأوقية الواحدة، وسجل سعر عيار 21 في مصر الآن بمحلات الصاغة 3475 جنيه للشراء، ويضاف عليه سعر مصنعية قد يصل ل 250 جنيه ليلامس 3700 جنيه، لكنه يظل متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيه بدون مصنعية، على خلفية تصحيح سعر الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء. وارتفع أيضا سعر الجرام عيار 18 والذي عاود الزيادة اليوم إلى 2979 جنيه، ويظل متراجعا بفارق كبير عن أعلى سعر سجله بنهاية يناير الماضي والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون مصنعية. أما إذا كنت ترغب في الاستثمار فجنيه الذهب حل آمن لمصنعياته المنخفضة مقارنة بالمشغولات، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24. زاد الجنيه الذهب ليبدأ من نحو 27800 جنيه اليوم بعد 27680 جنيه الساعات الماضية بفارق نحو 120 جنيه، فيما سجل 30-32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر في نهاية يناير 2024، وسجل سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر 3971 جنيه للشراء و3737 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الجرام عيار 14 2317 جنيه للشراء. وتعتبر هذه الأسعار دون إضافة المصنعية، وعند حساب مصنعية الذهب يتم إضافة متوسط مبلغ من 100 جنيه ل 200 جنيه لكل جرام من عيار 21. سعر المصنعية مختلف بين محل وآخر حسب شكل المشغولات وكيفية صناعتها والمواد المضافة لها. وفي الغالب يكون سعر المصنعية والضريبة معا على عيار 21 للمشغولات نحو من 170 ل 200 ل 250 جنيه، فيما قد تزداد مع عيار 24 أو عيار 18 حسب المشغولات وطريقة تصنيعها، بينما مصنعية الذهب المستعمل نحو 40 جنيه فيما فوق. أما الآن فننتقل لمستجدات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري والذي شهد استقرارا اليوم مع بداية التعاملات الأسبوعية، وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي نحو 49.23 جنيه للشراء و49.33 جنيه للبيع. وفي أكبر بنكين حكوميين وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنكا مصر والأهلي المصري نحو 49.2 من 10 جنيه للشراء و49.3 من 10 جنيه للبيع، وسجل أعلى سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك محققا نحو 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع، ووصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع في بنوك التنمية الصناعية والإمارات دبي الوطني. وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.18 جنيه للشراء و49.28 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان، ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك المصرية نحو 49.2 من 10 جنيه للشراء 49.3 من 10 جنيه للبيع في بنوك أبو ظبي التجاري والمصرف المتحد والعقاري المصري العربي، وكذلك في المصرف العربي الدولي والكويت الوطني وأبو ظبي الأول كيو أم بي والقاهرة ومصر والأهلي المصري والتجاري الدولي سي آي بي والمصري الخليجي والبركة وفيصل الإسلامي. ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.21 جنيه للشراء 49.31 جنيه للبيع في بنوك الإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.22 جنيه للشراء و49.32 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات، ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.23 جنيه للشراء
49.33 جنيه للبيع في بنوك كريدي أجريكول و HSBC وقناة السويس. وبلغ ثاني أقل سعر أعلى سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.25 جنيه للشراء و 49.35 جنيه للبيع في بنوك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي وسييب والأهلي الكويتي. مشاهدينا، هذه كانت آخر مستجدات ارتفاع الذهب اليوم الأحد 11 أغسطس 2024، وكذلك سعر صرف الدولار. نشكركم على حسن المتابعة، ما زلنا نتابع مع حضرتكم كل جديد، تابعونا.